مرحب بيكي معانا في الحياة الآن. مرحب بحضرتك أستاذ محمد. تمام، أستاذة إيمان عايز أعرف منك تفاصيل انفجار خط الغاز اللي حصل في مدينة العاشر من رمضان. ظهر اليوم كان وقع انفجار في المجاورة 30، المجاورة 30 دي من الأحياء الشعبية في مدينة العاشر من رمضان ومكتظة بالأهالي اللي بيشتغلوا عمال في المصانع معظمهم. كان وقع انفجار في خط الغاز اللي بيغذي المنطقة. الخط ده كان خط احتياطي قدره 10 بوصة المغذي المجاورة 30. انتقلت الأجهزة الأمنية بكابت اللواء سامح كيلان وخبراء المفرقعات بفحص الانفجار. اتضح ان هو عن طريق دائرة كهربائية القنبلة بداية الصنع، لكن الحمد لله لم يسفر عن أي إصابات. ان الخط ده كان احتياطي ما كانش مغذي بأي غاز حاليا، وان الخط الرئيسي المغذي للمنطقة هو في مكان تاني لم يوصل إليه العناصر الإرهابية. دي كانت عملية إرهابية من إطار العمليات الإرهابية اللي بتشهدها محافظة الشرقية حاليا، يعني انتشرت بصورة كبيرة حيث تم خلال الفترة الأسبوعين الماضية تفجير وتفكيك عدد من أبراج المغذية لمحافظة الشرقية بنقل كهرباء اللي هي أبراج الضغط العالي. يعني حصل خلال الأسبوعين اللي فاتوا حوالي تفجير في أبراج الكهرباء في محافظة الشرقية، وده كان برضو مؤثر على الخدمة في محافظة الشرقية في خدمة. طب يا إيمان أنا عايز أسألك سؤال، يعني اديني تفاصيل أكتر عن الخط نفسه، الخط ده كان مؤمن؟ هناك من يؤمن هذا الخط من الناحية الأمنية؟ في خدمات أمنية؟ في حراسة؟ في أي شكل من أشكال التأمين لهذا الخط، ولا كان هذا الخط مستبعد إن يحصل عنده انفجار؟ هو زي ما حضرتك ذكرت كده هو مستبعد ان يحصل عنده انفجار، ان اللي بيقوم بتامين هذه الخطوط عموما في محافظه الشرقيه هي شركه ناشونال جاز اللي هي متوليه لخدمه الغاز الطبيعي في المحافظه. ما فيش عليها خدمات امنيه من قبل الامن، ويمكن الامن حاليا بيدرس خطط امنيه لتامين ابراج الكهرباء والخطوط الغاز بعد استهدافها. لكن الخط اللي مش كان عليه اي تامين هي بيكون عليه دورات صيانه، دي اللي بتكون مستمرة عليه باستمرار دورات الصيانة. أيوة في صيانة لكن ما فيش تأمين، لكن مش في تأمين مكلف من الشرطة، هي بتكون تأمين من أفراد الشركة العادية. تمام، يعني دلوقتي التحريات الأولية مدير الأمن وقيادات الأمن في محافظة الشرقية، إيه اللي بتعمله دلوقتي حاليا من خطوات؟ يعني هم دلوقتي توجهوا لمنطقة الانفجار، إيه تاني حصل بعد كده؟ هل تباتي هو شفت؟ حاليا بيتم أخذ أقوال شهود العيان لتحديد مواصفات الأشخاص اللي حطت الجسم الغريب ده، وآخر مشاهدة للمكان هل في شخص غريب كان موجود في المكان، لكن لسه القيادات الامنيه لم تدر اي تصريحات عن هل تم ضبط المشتبه بيهم بتفجير الخط ام لا. بشكرك شكرا جزيلا ايمان مهنا مديره مكتب اليوم السابع في الشرقيه. يعني هذا الخط لم يكن مؤمن من الناحية الأمنية، نعم كان هناك صيانة مستمرة بتتم على هذا الخط، هو خط الغاز الاحتياطي اللي موجود في مدينة العاشر من رمضان تابع لإحدى شركات الغاز، ولكن لا يوجد تأمين، لا تأمين من شركة الغاز ولا تأمين من الداخل.